يبقى إذن الإنسان سبحان الله إذا أخذ الله سبحان الله يعني فلذة كبد الإنسان، يقول الله لملائكته هل قبضتم فلذة كبد عبدي؟ يقول نعم يا ربنا، ماذا صنع عبدي؟ قال حمدك واسترجع. قال إن الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون. قال ابنوا لعبدي قصرا في الجنة وسموه بيت الحمد، ثم في رواية وألحقوه يلحق بالإيه؟ بالابن والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذرياتهم أو ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني يلحق رب العباد الذريات بعضها ببعض سبحان الله العظيم. فاصبروا، الفرط على الحوض، الأطفال اللي ماتوا صغارا، أطفال صغار في شهور الرضاعة الأولى سبحان الله يقفون يعملوا ضوضاء على باب الجنة، من هؤلاء؟ قالوا دول الأطفال اللي ماتوا صغار. قال من صبر من آبائهم وأمهاتهم فألحقوهم به، اللهم اجعلهم فرط لنا على الحوض.